أحسن شي عملناه إنه طلعنا من البيت. دائماً منتصل فيكي وما بتجي. ما بعرف، بس ما كان عم يصح لي فرصة. بس بعد هذا اليوم بدنا نطلع. شو رأيكم تنزلوا تشربوا قهوة معي؟ لا، غير مرة يا روحي. يلا باي باي، بشوفكم. بشوفك حبيبتي. باي باي. يمكن يكون دفى رفقاتنا بس هو اللي بينسينا خوفنا بالأيام الصعبة. وزينة هلأ من وقت ما انفصلت عن لؤي عم تحاول كل يوم والتاني تجتمع مع رفقاتها مشان تخفف من وحدتها. بس هالليلة وأول ما فاتت على بيتها الفاضي واللي ما في حدا، تفاجأت بضيف بخوف وناطرها بالبيت. تعال معي بسرعة. ما تحملتي تبعدي عني ما هيك؟ ليه الله؟ خلاص طيب طيب، جاي أنا. طالما أنت إجيتي لعندي بكسر راسي وما بكسر بخاطرك ولو. امشي معي. قلي لي بس شو هاد؟ شو هالمنظر؟ شوفي هالشكل قديشه بشع. قلي لي يا بنت، مين عم بيبعت لك هالشغلات المسخرة هي؟ أنا من وين بدي أعرف لؤي مين اللي عم يبعتهم؟ أكيد واحد مجنون هو اللي عم يبعتهم. مين اللي حيبعتهم يعني؟ هلأ صار عنا مجنون ومختل. وليش لما أجوك الوردات انبسطتي كتير؟ كلامك مو صح أبداً. أنا كل فكري كان أنه الورد أنت اللي باعته بوقتها. بس هلأ أنا مرعوبة كتير لو أيفهمني، لأنه هذا المهووس فات لجوات بيتي. ولهلأ ما اتصلتي بالشرطة؟ شو عم تستني ليموتك؟ إيه؟ وشو بدي أقول لهم للشرطة لو أي؟ بقول لهم انه في واحد معجب فيني عم يبعت لي ورد، وهلا بعت لي طقم لجوات البيت، هيك قول لهم يعني؟ رح يقولوا انتي مرة حلوة وطبيعي يصير معك هيك شيء. شو رأيك؟ نام الليلة جنبك، يعني مشان احميكي. ما له داعي بنوب، بكفي انك تنام بالبيت. كأنه انتي مواثقة فيني، بعدين جنابي رح تتكسر من الكنباية. طيب خلينا نقول هالاجدب اجا هالليلة، كيف فيني احميكي انا؟ ما في داعي تعمل شي حياتي، لأنه أنا أكيد ما عم نيمك على الفاضي هون. ولما يجي هالزلمة طبيعي بالأول إنه رح يهاجمك أنت، وأنا رح فيق على صوتك وفوراً بركض لبعيد. هي الخطة ذكية والله. وأنت يعني مشان تخلصي حالك أنا بروح دعوسة بين الرجلين، ما هيك؟ تماماً. شو هالحكي هاد؟ أكتر شي بكره هو النوم على الكنباية. لؤي يلا قوم، نايم وغرقان بالنوم كمان. يلا قوم. استني شوي، اصلا انا طول الليل كنت عم بحرسك. هات قوم بسرعه، لانه البنات اتصلوا هلا وبدهم يجوا يشربوا قهوه. يلا. الواحد لما بيجيب حارس يحرسه على القليله بيحط قدامه صحن شوربه. بعد ما عملت منيحه لا تجي وتخربها بالحكي هلا. يا امي ليش لهلا ما سديتي هاد لبرا؟ بصراحة لما اطلعت على ماركته لقيتها كتير غالية، فما حبيت ارميها. لكان الست زينة بيجي هدايا غاليين وماركات، ونحن عم نعرض حالنا للخطر كرمال امو هيك. حلي عني وماني جاية لعندك مرة تانية. يا لؤي انت مو معقول، معقول تزعل مني مشان صحن شوربة وبس؟ انا رح اعمل لك يا بمرقة الفروش كمان، ويا سيدي سخنة كتير. إذا أنت ما حميتني مين اللي رح يحميني حبيبي؟ معقول تتركني؟ هيك أحكي من الأول، حسسيني بقيمتي. أنت ديري بالك علي منيح، وأنا خلص بحميكي من كل الحرامية والمختلين. اتفقنا؟ اتفقنا. زينة ما في عندك مخدة مثل العالم وفوقها بدك ياني ضل هون عطيتيني مخدة مثل الحجر؟ شو هاد يا؟ أوعك تاخد مخدة الريش اللي عالتخت، ما بنام غير عليها وأنت بتعرف. وانا نايم على الكنباية وظهري صار شقفتين، وانت عم تستكتري علي مخدتك الريش يا ظالمة. شو عم تقول؟ ما عم اسمع شي، حاج تتفلسف وتكتر حكي على بلا طعمة. انا هذا اخر يوم رح نام فيه عندك، وبكرة بالليل بدي نام بتختي وبدي اتقلب على كيفي كمان. ها شو؟ انت ليش عم تعمل معي هيك؟ لك انا رح موت من خوفي، واحد مجنون ممكن يفوت على بيتي باي لحظه، وانت بدك تتركني بهالبساطه وتروح له؟ اي قلتي لي رح تموتي من خوفك. وليكك لابسه التياب اللي عم يبعث لك اياها المختل. اي وشو دخل التياب بالخوف بقى؟ ما فهمت عليك. انت ليش ما عم تعترف انه كل هالشغلات الحلوه انت اللي باعتهم؟ يلا ما في حدا غيرك ممكن يبعتهم. شو شايفتيني شاطه ريالتي؟ معقول انا العب معك بهالطريقه الولاديه هاي؟ وبعدين ليش بدي اعمل هالشي؟
ليش؟ مشان بس تخوفني وتخليني محتاجة لإلك ولوجودك. بس كتير عجبوني التياب، مشان هيك ما رح ازعل. احكي لي، انت جبتن مو هيك؟ انت طلعتي ما بتعرفي جوزك القديم لهلا. معقول بس مشان خوفك اصرف عليكي كل هالمصاريف هي؟ ماشي، احلف لي، احلف لي باكثر شي غالي على قلبك. ماشي، تروحي قواص اذا انا اللي باعتهم. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.